كما كل حلقة تلقاو عنا لافاريت الممتازة. اي نعم بيان سور رمضان على الأبواب، وكي نقولوا رمضان نقولوا كوجينة ومتابعها من إلكترو ميناجي، كسوا بتيت إلكترو ميناجي ولا غراند إلكترو ميناجي اللي سهلوا على المرأة الحركة متاع الكوجينة متاعها ويعاونوها على التصنيف البنين. احنا اليوم يجي بحضينا وائل سنوسي ريسبونسابل كوميرسيال في سبيس نيت باش يحكي لنا على لي برومو سبيسيال رمضان. قبل دونك ما نحكي خلينا نسلم عليه. اهلا وسهلا، مرحبا بك. السلام عليكم، نورتنا. دونك قبل ما نبداو نحكيو على لي برومو، شوفوا الفيديو هذايا ومن بعد نحكيو لكم على لي برومو. وائل دونك خلينا قبل ما نمشيو لي برومو نزيدو نعرفوا المشاهدين اكثر على سبيس نت. باهي، سبيس نت هي سوسيتي اي كوميرس عندها سي بوان دو فونت في الشرقيه. عندنا في الحمامات، عندنا روي دو مارسي لافايت، وعندنا زاد اريانا والمازا 5. سبيس نت توفر لكليونات اكثر من 25000 برودوي واكثر من 600 ماركه. ديجا معناها هذا الكل عملته خاطر عندنا 20 سنه خبره في الدومين نتاعنا. دونك في سبيس نت نلقاو كل شيء اللي تستحقوا العائله كامله، في الدار، في البيروتيك، في الايتي، كل شيء نلقاوه موجود. بالطبيعه كل شيء موجود، عندنا ديفرسيتي دي برودوي موجوده في سبيس نت، نوفروا ديما للكليون نتاعنا شنو البزوا نتاعهم وكل شيء موجود. وائل دونك رمضان على الابواب، احنا كيما نعرفوا المراه التونسيه تحب تبدل في الالكترو ميناجي نتاعها، مثلا لافيسيل بار اكزومبل، قلنا شنو نجموا نلقاو في لافيسيل عند سبيس نت؟ اي كيما قلت عفيف، رمضان على الابواب وديما المراه التونسيه في رمضان تتقلق برشا في غسل الماوى. برشا عليه. بالطبيعه، دونك في سبيس نت عندنا بليزيوغ مارك انترناسيونال في لافيسيل، الاسوام تبدا من 889 دينار، وزيد عندنا دي روميز تنجم توصل حتى ال 40%. اي البرش، هذا الكل، وتنجم زادا تعمل فاسيليتي على 6 مرات، ونعمل لكم زادا ليفريزون جراتويت على كامل تراب الجمهوريه، وزيدا كان تحب نعملوا انستالاسيون جراتويت على تونس الكبرى. هذا دليل. هذا اسمه دليل معناها من عند سبيس نت. باهي، اذا بالنسبه لافيسيل، بالنسبه للتلفز اللي عندنا تلفز زايده يوليو مطلوبين في رمضان، ونحبوا كل لمه باش تفرجوا مع بعضنا في البرامج ومسلسلات
اكيد في رمضان ما تنجمش تعدي رمضان من غير تلفزه. وي دونك في سبيس نت عندنا اللي مارك سكتوا عندنا فلوجه ثنينه بالطبيعه معناتها توس كامله تستنى فلوجه ثنينه اكيد اكيد لازم تلفزه تكون اوت كاليتي. وي دونك احنا في سبيس نت عندنا اللي مارك العالميه الكل نتاع التلفز عندنا من 32 بوس حتى كشي 100 بوس موجودين زاد كيف كيف نجم تعمل فاسيليتي على 6 فوا وتنجم زاد التوصيل بلاش بيان سور. باهيس يلا نزيدوا نقدموا خطوه السهريه باش تحلى لازمها القهيوه في رمضان نلقاو شي عندكم دي برومو نتاع دي ماشينا كافي والا دوتر الكتروميناجي بالطبيعه في سبيس نت نتميزوا بالديفيرسيتي دو برودوي دونك في لي ماشينا كافي عندنا بليزيور موديل عندنا اللي تنجم تعمل لك قهوه عربي كيما زاد عندنا حتى كشي لي ماشينا كابسول بيه. كيف كيف زيد هذوما فيهم تخفيضات حتى تكشي 50% وابار ذي الكل على كل واحد مش عادي ماشينا كافي سبيس نت عملت له كادو سبيسيال ليه وزيد نزيدك حاجه زيد عفيف في البيتي الكترو مثلا في لي زاشوار لي بلاندر مثلا لي روبو ملتي فونكسيون كل شيء هذوما زاد موجودين عندنا برشا برشا انواع موجودين في سبيس نت من لود جام من لونتري جام للود جام وهذا الكل تمشي تعمل القهوه نتاعك وتمشي تحط سيت سبيس نت وتلوج في عقلك على خاطر عندك برشا شواء مش تحير فيهم بالكدا بالكدا لازمك برشا وقت لازمك برشا تركيز برشا تركيز اكزاكتومون دونك حكينا على التسهيلات في الدفع زيدا فما معلومه اخرى نجم نقولوها في التسهيلات بالطبيعه تسهيلات الدفع عندنا دو ميثود فما فاسيليتي باغ شيك والا تعمل فاسيليتي بسيسيون سور سالير الفاسيليتي باغ شيك 2-3 فوا سونز انتيري تنجم توصل حتى 12 فوا والا بسيسيون سور سالير فما كيلكو بابي يجيبو للكليون نجاوبوه ان شاء الله في 24-48 وياخذ البرودوي نتاعو. تري بيان سمعنا زيدا على لي بوان دو فيداليتي زيد فهمنا اكثر شنو معناها لي بوان دو فيداليتي. باهي لي بوان دو فيداليتي هذايا مثلا انت عفاف تحب تعدي كوموند على سيت spacenet.in تعدي مثلا تلفزه كل شيء بعد ما تعدي التلفزه نتاعك على كل برودوي في دي بوان دو فيداليتي تكون موجوده في الكونت نتاعك اللي انت عملته مش تنجم تعدي الكوموند نتاعك دي بوان دو فيداليتي هذوكم تنجم بعد كونفرتيهم يولوا عباره فلوس ولا ريدكسيون على الاشارج جاي والا تحب تجملهم تنجم تلمهم تاخذ بهم حاجه معناها لي بوان بالطبيعه تنجم تلمهم برشا برودويات تلم لي بوان نتاعك وتنجم تعدي بهم كوموند تنجم تكون لي بوان هذوكم يجيبوا لك دي برودوي اخرين من غير ما تزيد حتى فرانك بارفي دونك نختموا الناس اللي قاعده تتبع فينا توا يحبوا يعديوا كوموند نذكروهم شنو هما الطرق اللي نجموا يعديوا كوموند اون لين باهي بتدخل سبيس نت بوينت ان تنجم تعدي كوموند على سيت اوفيسيال نتاعنا والا تنجم تعدي زاد على ريزو سوسيو عندنا الباج فيسبوك نتاعنا سبيس نت تونيزي والا الانستغرام كيف كيف سبيس نت تونيزي والا تكلمنا على التليفون 70-22-33-00 تري بيان يعطيك الصحة وائل اسم سي الريسبونسابل كوميرسيال دو سبيس نت على التوضيحات هذه كل ما تحتاجوه تنجموا تلقاوه عند سبيس نت ادخلوا اعملوا طلعوا وشوفوا وادخلوا الباج فيسبوك والانستغرام تاع سبيس نت باش ما يفوتكم حتى شيء زيدا باللي برومو اللي قاعدين يعملوا فيهم خاصين بشهر رمضان. احنا باش نتعداو ديريكتومون لفقرة الاكسبير دي ويكاند. نعرفوا اللي عالم المكياج شبه الدائم والميكرو بليدينغ توا حاجة توندونس برشا برشا في العالم أجمع ومطلوب ياسر عند النساء الكل وفيه خاصة فئة كبيرة في مجال الشغل متاعو واللي يتعلموا بالطريقة الصحيحة يجني من وراه برشا مربيح وبرشا فلوس بما أنه أقل سعر للجلسة يكون في حدود 250 دينار هذيك علاش اخترنا باش تكون معانا اليوم المدربة الدولية وخبيرة الميكرو بليدينغ والمكياج شبه الدائم هدى بالخيرية صباح الخير هدى أهلا وسهلا صباح الخير الناس الكل مرحبا دونك باش تحكي لنا على الأكاديمية الإيطالية الأولى في أوروبا واللي عندها ماستر كلاس معاهم دونك ماستر جي أكاديمي مدربة دولية تابعة جي أكاديمي الأكاديمية الإيطالية تري بيان دونك باش نشوفوا كيفاش نجموا ندخلوها وبقداش ومدة التكوين التفاصيل هذيا كل باش نشوفوها نشوفوا فيديو ونرجعوا نزيدوا نعطيو أكثر تفاصيل اوكي
الحقيقه كيسكو سافي بليزير كي نشوف خدمه كيما هكايا دو لا ريغور دو سيريو النظافه التركيز على ادق التفاصيل مش كل واحد يعمل فورماسيون قول رانا نعمل فورماسيون هودي خلينا نقول لك انا هذه الحقيقه معناها التميز كبير بالنسبه ليك انت تقف على ادق التفاصيل شنو الفرق ديجا شفنا ما يقول لنا انت الفرق وانه تاخذ تكوين في الاكاديميه هذه على غيرها في الاكاديميه الدول العالميه هذه المشهوره برشا اهم حاجه عندهم هي ساعه لازمك تكون كلينيك لازمك تكون عباره في كلينيك معناتها ليجيان اهم حاجه شفنا كل شيء حاجات سيانتيفيك معناتها كيف نقريوهم احنا التلميذه كيف تجي لعنا راهي باش تقرا حاجات سيانتيفيك باش تتعلم على قاعده صحيحه وهذيك اللي نحرصوا عليه احنا باش معناتها باش نوريه لهم كسوا في ليجيان كسوا في الخدمه كسوا في كل شيء دونك الاكاديميات هذوما ماهمش ساهلين معناتها صعاب على الاخر ديجا انت باش توصل تاخذ هكا باش نوصلهم انا الحمد لله يا ربي باش ياخذوا الشهاده الاولانيه نتاعهم كاين بعد تعب وجهد كبير مش معناتها راهي تجي تعمل لك الفورماسيون تاع 3 جوغ هذيك من بعد راهي باش تمشي نقعد نتبعوهم بالسي موا ناثروهم حتى السي موا معناها 6 اشهر ناثرهم بالكدا ما نسيبها كان ما تاخذ هي ديجا من الاول تاخذ لاتيستاسيون شهادة الحضور نتاعها اللي هي عملت فورماسيون مع جي أكاديمي الأكاديمية الإيطالية الشهيرة هذه ومن بعد لازمنا نوصلوهم نأثروهم بالكدي بالكدي باش ياخذوا الدبلوم سيرتيفيكا مش من الأول لا ما تخافش بيان سور ما هي سهلة كمل السويفي كامل كما تكمل السويفي وكما تبدا خدمتها نظيفة وكما تبدا تتبع فينا كما احنا نحبوا على خاطر ما هيش حاجة سهلة ديجا حتى نبداو نلاحظوا في الإكزامان حتى في أقل غلطة في الليجيين أقل حاجة راهي ما تعديش هذاك اللي يخليهم يخرجوا من عندنا كان بيان فورمي وعباد يعملوا عليهم العباد اللي باش يخدموا لهم حاجه كسوا كوتي تكنيك بيان سور اقوى لي تكنيك في العالم انت تعرف كيما ريتو توا يشوفوا اخر لي تكنيك تري تري افونسي في الميكرو بليدينغ كي يقولوا تعلمنا في جي اكاديمي سي توب اوموند حاجه معناتها توب اوموند دونك نفهموا انه الشهيده من الاكاديميه هذيا عندها قيمه كيف واحد يخرج باش يخدم لبرا مش كيف في تونس قيمتها كبيره برشا وديجا كي تقول انت راني متخرجه من جي اكاديمي معناتها عباره انت قاريه من سين ماكش قاريه باش عامله فورماسيون معناتها عاديه دونك بيان سور تخول لهم باش يخدموا في اي بلاصه اي وحده متحصله على السيرتيفيكا ارتيست جي اكاديمي وين تقصد اي بلاصه راهي باش تخدم خاطر يعرفوا اللي هي وصلت خذيت السيرتيفيكا هذيك راهي خدمتها راهي خدمتها على قاعده صحيحه وفورماسيون مش كيما تراو مثلا تعمل فورماسيون نهارين ومن بعد تبدا تخدم حاجات غالطه كما تتعلم في الكليونيت تتكلم لا احنا ما نخليوهاش تتعلم في الكليونيت احنا ما نخرجوها ما تاخذ السيرتيفيكا نتاعها كاين متعلمه بالكدي 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 وبيان سور احنا لوبجيكتيف نتاعنا شنو عفيف اللي هي تتعلم صنعه اي وحده تجيك باش تتعلم صنعه باش نهار اخر تربح فلوس بالضبط بيان سور صحيح ولي هذيك وتبدا متميزه وتبدا متميزه انت كي تبدا قريه في اكاديميه عالميه راك باش تبدا في التوب متميزه مش كيما عامله فورماسيون كيما كنا نحكيو توا فورماسيون عاديه في اي بلاصه ماكش باش تبدا متميزه ومعها الكيت ريتو الكيت ديجا لي زاكسيسوار الكيت كل شيء معناتها نوريهم حتى البرودوي كل شيء حتى ميم لي لوغو وين في حتى في هكا كيس لي زاكسيسوار الكل كل شيء موجود على بيان سور على جي اكاديمي موجود كل شيء والخدمه اهم حاجه الخدمه اللي يخرج بهودي بخلاف الفورماسيون انت تخدم زايده كل شيء لكليوناتك هي حاجه هذيا العباد حبوها فيك ولكن وحدك ولا عندك اكيب اخرى معاك ديما نجاوبوا عليه السؤال هذا ليه ودي راني انا نخدم وحدي نعمل لي فورماسيون بيان سور وحدي وزاده الخدمه راني نخدم كل شيء وحدي كسوا البيبي اللي باي حاجه نخدمها وحدي كوريكسيون دانونسيان تاتو الميكرو بليدينغ الميكرو شيدينغ خدمتي كامله ميكرو نيدلينغ للوجه خدمتي كامله نخدمها وحدي وما يخدم معايا حتى حد كيما تراو طبيبه في كابينه انت كي تمشي للديرماتو تعطيك زعما لحد داخل مش باش تعطيك احنا خدمتنا هكاك راهي قريبه معناتها
علاش يزوقوا على بكري تاخذوا رونديفو وتراك يبدا حاجتكم ولا ولي رونديفو فوالا لي رونديفو الحاجه الوحيده احنا عندنا هكا لي رونديفو يزم قبل شهر ونص شهرين ماذا بيك قبل شهر نقولوا احنا تاخذ الرونديفو نتاعك باش تشد بلاصتك هكا عندك دي برومو بون عندنا برومو في الفورماسيون وي بيان سور انا كي نجي نجيب لك الحاجات الباهيه عندنا برومو بون جي اكاديمي لي فورماسيون فما الفورماسيون بازيك والفورماسيون برو تنجموا تسالون عليهم والكل راهم معناتها لي بري فيكس مونديال هذوما دي بري مونديال في امريكا في اليابان في في اي بلاد في العالم هذيك خاطر براند يقول لك مي عندهم بري فيك انا عامله فورماسيون للتوانسه بيان سور اللي هي نفسها عباره انا باش نفورميك معناتها دونك فيها هذه البروموسيون فيها ميكرو بليدينغ فيها ميكرو شيدينغ شد عندك عفيف وفيها الكوريكسيون دي لانسيان تاتو وفيها البيبي ليبس وفيها زاده فورماسيون للميكرو نيدلينغ الفورماسيون هذه فيها 3 جور ومعاها سويفي 6 موا كاملين هذه موان 70% ماهيش نقول لهم على البري توا اما راهي البري نتاعها البروموسيون هذه لكم انتم توا اللي تتفرجوا فينا سبيسيالمون راهي موان 70% وعلى فكره رانا كل شهر نعملوا فورماسيون كي من هكا فيها كل شيء انا نحب كيف ناثرهم لوبجيكتيف نتاعي من لي فورماسيون نتاعي كيف تخرج من غدوه تخدم خاطر الميكرو بليدينغ يلزمها كما قلنا كل 3 اشهر 4 وهي تترينا باش نوصلوها تخدم ميكرو بليدينغ صحيح وكل شيء خاطر اصعب حاجه في الماكياج بيرمانون باغ كونتر كي نعمل لها بيبي ليبس من غدوه تصبح فوالا دونك فما شيدينغ من غدوه تصبح تخدم تصبح من غدوه تصور فلوس فلوس تحطهم في الفورماسيون اليوم تصورهم في الجمعه الجايه قدرت ربي فوالا في جمعه تصورهم باذن الله يعطيك الصحه المدربه الدوليه وخبيره الميكرو بليدينغ والمكياج شبه الدائم هدى بالخيريه دونك العباد فيش الانستغرام تاعنا بيرمانونت ميك اب كلينيك والا هدى بالخيريه تعملوا ريشيرش على جوجل تطلع لكم فوالا لي كوردوني الكل موجودين ومرحبا بكم اللي يحب بالحق يخدم خدمه اللي تفرحوا ليه وحاجه ناجحه ومطلوبه كل شيء صحيح دونك ما عليك كان يجي يتخمم باش في اي فورماسيون خاطر سي لا توندونس يعيشك يعطيك الصحه شكرا ليك ودي بالخيريه احنا باش نخرجوا فاصل قصير وبعد نحطوا الطاوله نتاعنا فطورنا روحنا دورنا حضر طاولتنا حضرت كيما العادة مع الشيف سيد البنة والروايح لهنا الدنيا تقلبت في استوديو بالريحة تبارك الله متاع فطورنا اليوم برافو شيف يعطيك الصحة يعطيك الصحة عايشك عفيف نعملوا أم تي ريكاب شنو طيبنا اليوم اليوم عملنا بيتزا نورفيجين لي بريباراسيون بيتزا متاع فانواز كات فروماج وسومون فومي عملنا كسكسي راندا متاعنا الجويد بالكل عملنا القاروس هذا كسكسي بالحوت معناها قاروس بحر المرة هذه بصل نصف الناريه وحوت هكا هو وبالطبيعه قليناه في زيت صافي زيت صافي بالطبيعه ولا وفي الديسير عملنا تشيز كيك ريفيزيتي شويه هي تشيز كيك الامور يتبات لي كامله اما احنا بون نعمل طيبوا لكم ديما بطريقه مباشره لهنا ذيك علاش بيان سور شيف احنا استعملنا الجينواز نتاع فانواز بالنسبه للتشيز كيك والاستيوس الجديد وانك عملت لنا بشاميه النعوره ولا عملنا الفرماج تختيني بشاميه طلعناه وزدنا الكريم ليكيد زادت طلعناه محدم وخلطناهم بالطريقه الاوموجين هذيك بشوي بشوي باش يدخل لو دو اباري في بعضهم وعملنا التشيز كيك نتاعنا. يلا هات نذوقوا ميله وانا متاكده بانه باش يكون بنين برشا خليك تغرف لنا نشكركم برشا على حسن المتابعه ونعطيكم موعد في الحلقه القادمه من حوار ويكاند مشاهده طيبه لكل برامجنا وشاهية طيبه للناس الكل. Yeah.